يعني الحقيقة أنا شايف الأمر في درجة من الجدية ودرجة من السخونة، ربما مثلما ذكر معالي السفير من دقايق، أنا كل التحركات الدبلوماسية والسياسية اللي جرت خلال الأسبوعين الماضيين وكانت مكثفة جدا خلال الأسبوع الأخير ما بين كافة الأطراف بعضها وبعض، ووصل بالأمس السبت إلى اتصال تليفوني ما بين بايدن وما بين بوتين استمر 62 دقيقة، لم يخرج عن الأمر ملامح لأي شكل من أشكال انفراجة ما أو طرح ما، لازال كل طرف موجود في موقعه بيتحدث بنفس الحديث اللي بدأ من أسابيع ماضية بعيدة أو شهر مضى من أول بداية اكتشاف الحشود، أو إذا جاز التعبير من بداية الأزمة بروز الأزمة على السطح، لم نستمع إلى جديد. وده الحقيقة على المستوى التكتيكي يقلق، إن 100,000 عسكري روسي وصلوا إلى منطقة حدودية ومن ثم بدأوا يعملوا عملية ما يشبه التطويق لأوكرانيا، غير المناورات اللي مشغلة في بيلاروسيا دلوقتي على الحدود مع بالزبط أوكرانيا. دي المرحلة التالية على طول، يعني بمجرد النشر ترك النشر ياخد مدى وأن الجميع يتحدث عن هذا النشر العسكري الواسع ويلفت الانتباه ويبدأ في عمليات ضغط حقيقية على أعصاب الطرف الآخر، وراح داخل مباشرة بعد أن استنفذت هذه الخطوة مدلولتها انتقل مباشرة إلى عملية مناورة عسكرية داخل بيلاروسيا. يعني هو كده بيتكلم على دولة ثالثة معاه في المعادلة ما بين روسيا وما بين أوكرانيا وما بين بيلاروسيا، إن الأمر بيعاد صياغته كما دائما يتحدث فلاديمير بوتين بأن الأمر يحتاج إلى إعادة صياغة. دكتور عبد المنعم عبر عنها سياسيا وهو بيتحدث عن إعادة ترتيب، لكن ربما على الجانب الروسي في حالة من حالات الشعور بالغبن الموروث على عقدين مضوا قبل هذه الأزمة بعام واحد، كانت روسيا مش موجودة في الأحداث خالص وكان الأمر ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين الصين. صحيح. وهل يعني وده سؤال ربما النهاردة بتجيب عليه الأحداث، هل روسيا وجدت نفسها ان هي بتحتاج الى ان تخطو خطوات متقدمة بعد ان بدأ العالم يتحدث عن ثنائية ما بين الولايات المتحدة الامريكية والصين؟ اعتقد ان ده كان في الذهنية الروسية بشكل كبير. وبعد ان استقرت الازمة ووصلت اصدقها الى الجانب الغربي الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها، ايضا لا يمكن ما ذكرناه في الحلقة السابقة، وهو أن روسيا اختارت وقت دقيق جدا كي تخطو خطوة تجاه الصين وتكاد تكون قد ضمتها إلى صفها على مستوى حتى الرؤية الاستراتيجية. لم تتحدث الصين، خرج البيان الكبير اللي احنا قلنا أنه ربما يكون سبب في إعادة تشكيل النظام العالمي الجديد، لكن كان المهم أن هم كانوا بيتكلموا بلهجة استراتيجية كلتا الدولتين. صحيح. الصين ما ذكرتش أوكرانيا بـ 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 بالاسم في البيان، لكن كان الحديث عن سيادة الدول وعن الهيمنة من الجانب الآخر وغيره، وكان يعني إعلان واضح وصريح تحالف. إن في تحالف بالضبط كده، وإن إذا اشتعل الموقف خلاص احنا إيد واحدة. الصين حددت مكانها وحددت موقفها وطرحت كل مؤاخذاتها على ما يجري من الجانب الغربي. صحيح. فإحنا في لحظة حافة هوية حقيقية، أنا شايف أن فلاديمير بوتين بيستنزف الجانب الآخر، بيتحرك وفق خطة مدروسة ومرتبة بعناية شديدة على مستوى التحركات التكتيكية على الأرض وأيضا على مستوى الجدول الزمني. الجدول الزمني بتاعه منضبط للغاية، بيضع على طول الجانب الآخر في موقف الدفاع وبيختبره، يعاد تشكيله. أنا كتبت ورا دكتور عبد المنعم كلمة يعاد تشكيله، رحت حط تحتها أم يعاد اختباره. أنا شايف أنه بيختبر الجانب الآخر الحقيقي، بيختبر
صلابة وقوة التحالف الغربي، وشفنا دوت في المؤتمر الصحفي لما بين بايدن وبين المستشار الألماني الجديد، والصحافة الأمريكية بتوجه بعض من المؤاخذات على المستشار وتقول له انت ما قلتش ليه نورد ستريم 2، انت ليه ما ذكرتوش بالاسم الضعف اللي عنده بالظبط، انت ليه ما ذكرتوش بالاسم، انت ليه كذا، وبدا بايدن وكانه بيحاول ان يدافع او ان يؤكد على متانه العلاقه مع المانيا والتحالف وغيره. انا شايف بوتين لا زال بيختبر الموعد اللي تم اطلاقه حول يوم الاربعاء وغيره، ده اظن ان هي دي من الخدع التكتيكيه المتبادله، وحضرتك ذكرتها في البدايه يا استاذ نشأت وقلت انه فعلا قد يكون بغرض احراج الجانب الاخر، بعض الفخاخ من هذا النوع وتسريب معلومات، ده امر بيحدث في كل اشكال الصراع بشكل شفناه قبل كده كتير. لازلنا واقفين عند حافة الهوية، هنعبر دوت بقى، وفي الراوند القادم نتكلم على منطقتنا هي هتعمل ايه في وسط هذا الصدع.